السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. وهذه الفيديو يعني في الحقيقة حبيت نسميها لا خوف من الإسلام والمسلمين بعد اليوم. لا خوف من الإسلام والمسلمين بعد اليوم، هذا لازم يكون شعارنا عم الجاي وفي المستقبل. الإسلام ما انتصر وما تقوى علينا إلا بالرعب والإرهاب، الإرهاب الفكري والإرهاب الجسدي والإرهاب العقلي والإرهاب الاجتماعي وكل أنواع الإرهاب. محمد بيدو يقول انتصرت بالرعب، والقرآن بيدو يقول ترهبون عدو الله وعدوكم. إذن لازم يكون شعار كل إنسان حر، كل إنسان يفكر، كل إنسان عنده ذرة من العقل، عنده ذرة من الإنسانية، أن يكون الشعار متاعه لا خوف من الإسلام والمسلمين بعد اليوم. هذه المعركة سوف يقودها من يطلق عليهم المسلمين المرتدين عن الإسلام. نعم، نقطة ضعف الإسلام موجودة في الداخل، هذاك علاش الإسلام حصن روحه بالقدام من داخل وأعدم المرتد واعتبر الخروج من الإسلام جريمة لا تغتفر. الإسلام سمح وتساهل مع كل الذنوب، حتى مع القتل، حتى مع الاغتصاب، حتى مع كل أنواع الجرائم إلا الخروج منه، وهو الدين الوحيد في العالم. نقول دين بين قوسين لأن الإسلام ليس بدين، يمكن هناك مذاهب إسلامية ظهرت بعد الإسلام وخرجت عن إطار الإسلام فهي يمكن أن نطلق عليها دين، مثل الإسماعيليين، مثل البهرة، مثل بعض المذاهب الصوفية، مثل الدروز، مثل الليزاليبيست، هذوما يمكن نسميهم دين. أما الإسلام الأرثوذكسي، الإسلام المحمي بالكنيسة الإسلامية بالأزهر وبقم، فهو ليس بدين، فهو أيديولوجية، فهو ليس بدين، فهو أيديولوجية عنصرية عربية تريد أن تختفي، تريد أن تتخفى تحت شعار الدين لكي تعرب العالم وتفرض العادات والتقاليد العربية. نحن شمال إفريقيا ليس بعرب، لقد تم تعريبنا بالقوة، وهذه حقيقة، وهذه حقيقة يعرفها كل إنسان، أي إنسان يعرفها ويفهمها. إذن حبيت هذه الفيديو تكون انطلاقة لعام جديد، عام ما عادش نخافوا فيه من الإسلام، ما عادش نخافوا فيه من العقائد والأفكار المدمرة التي هي ضد الإنسانية وضد الفكر وضد التطور. 1400 سنة واحنا نعيش تحت هذا الاحتلال، واحنا خايفين، واحنا مرعوبين، والعالم أجمع مرعوب من هذه الكمشة، هذه الكمشة من الهمج ذو الأفكار العنصرية، ذو الأفكار الإرهابية اللي يحبوا يفرضوها على العالم. إذا حان الوقت اليوم لشمال إفريقيا أن تتحرر من العروبة ومن الإسلام. حان الوقت اليوم أن العالم كله يأخذ موقف واضح وصريح من هذا الذي يختفي وراء الدين. لا يجب أن نعتبر الإسلام دين. كما قلت، هناك بعض المذاهب الإسلامية التي نبذت كل الأفكار المدمرة
اللي موجودة في الإسلام هذه يمكن نعترف بها كدين وكروحانيات ونحترمها. أما الإسلام، الإسلام العام، الإسلام الممثل بالأزهر وقم، الإسلام الذي لم يتجرأ إلى هذه الساعة أن يحرم ملك اليمين والاستعباد، هذا الإسلام الذي إلى هذه الساعة ما زال يحكم على المرتد بالإعدام، هذا الإسلام الذي لا يحترم المرأة، هذا الإسلام الذي يفرض الحجاب على المرأة، هذا الإسلام الذي يغتصب الطفولة، هذا الإسلام الذي لا يقدر أحد ويعتبر نفسه الحقيقة المطلقة، والذي يعتبر هذا الإسلام المجرم الذي يسب ويلعن كل من يخالفه، هذا الإسلام المجرم الذي يقتل ويرهب كل من ينقضه، هذا الإسلام المجرم يجب أن يتوقف. وهذه المعركة سوف يقودها المرتدين اللي يسميهم الإسلام المرتدين عن الإسلام، بل في الحقيقة هم ليس بمرتدين، بل هم فاقوا واستيقظوا من هذه الغفلة وعرفوا حقيقة الإسلام، هذا الإسلام الذي يدعو في ظاهره إلى السلم والأمان، وهو في الحقيقة يدعو إلى الحرب وإلى الدمار، لم يقدم شيء للإنسانية، لم يقدم شيء، بل يشارك في منع تقدم الإنسانية بكل الطرق. احنا في شمال افريقيا فدينا وملينا وكرهنا من هذا الدين ومن هذه القومية العربية، نحب نعرف هويتنا. الشعوب لا تتقدم إلا عندما تعرف هويتها الحقيقية. احنا هويتنا واضحة، شمال افريقيا ليس 1400 سنة، شمال افريقيا اكثر من 10,000 سنة، واحنا ما نش عرب. هذه حاجة حقيقة وواقع يعرفها كل انسان. اذا يا جماعة نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير، ونتمنى من كل من اللي جرى وقال انا ما عادش مسلم، انا ما عادش عربي، ان يرفع الشعار وان يشارك بكل الطرق، سواء ان يعمل فيديوهات كان يقدر، كان ينجم يعمل يكتب مقالات، كان ينجم يبارتاجي الفيديوهات، يبارتاجي المقالات، كان ينجم يعمل غناء، اي حاجة، فن، رسم، صورة، مهما كانت الطريقة لمحاربة هذا الدين، لمحاربة هذا الفكر المدمر. راهي المعركة واضحة، لا يمكن أن نحارب الإسلاميين إلا بمحاربة الإسلام نفسه، من مصادره، من قرآنه، من حديثه، يجب أن نحاربه من داخل ليس من الخارج، ونطلب من كل من هو ليس مسلم أن يدعمنا بكل الطرق وبكل الوسائل حتى معنويا. احنا نخاطروا برواحنا، نخاطروا بحياتنا، نخاطروا بأهلنا، نخاطروا كل شيء، على خاطر فدينا وملينا من النفاق اللي يفرض علينا هذا الإسلام، فدينا من هذا الظلم وهذه الإهانة، هذه الإهانة اللي نعيشها مع المسلمين، مجبورين باش نكذبوا عليهم، مجبورين باش نكذبوا على والدينا، مجبورين باش نكذبوا على كل واحد حولنا باش ما نعرضوش حياتنا للخطر. علاش نعيش الذل؟ يزينا من الذل، الموت بكرامة ولا الذل، هذه حقيقة يجب يؤمن بها كل إنسان تجرأ أن يغادر هذا الإسلام المجرم، هذا الإسلام القاتل للعقل، القاتل للفكر، القاتل للإنسانية، القاتل لكل المبادئ الجميلة، هذا الإسلام الذي يفرض علينا أن نكون منافقين كما يقول وإن عصيتم فاستتروا. لا لا لا، يزي يزي يزي، فدينا فدينا فدينا. إذن أرجو أن يكون المساج وهذه الرسالة واضحة للجميع، يزيهم الخوف يا جماعة، يزيهم الخوف، راكم
تكذبوا على أرواحكم عندما تتكلموا على إسلام متطور. الإسلام لا يمكن أن يتطور، القرآن لا يمكن أن يتبدل، الحديث لا يمكن أن يتبدل، التأويلات التي موجودة من أجل أن تخرج بهذا الإسلام من هذه الورطة لا تأتي بأي نتيجة. هنا نوجه كلامي لكل الأحزاب المعارضة النزيهة، يزيو من الدخول في اللعبة متاع الإسلاميين، يزيو من تتكلموا باسم الدين، ما عادش تتكلموا به الدين، الدين خليه لهم ليهم هما، خليه للسلفيين، خليه للنهضة، خليه للحركات العروبية التي ما زالت متشبثة بالإسلام. أما الحركات الحرة والأحزاب السياسية الحرة يجب أن تعلن موقف واضح ضد العروبة وضد الإسلام. حركة وطنية تونسية تكون هي اللي تحمل المشعل ضد العروبة وضد الإسلام. أرجو أن تكون هذه الفكرة واضحة. وراه العمل متاعنا ما يكتفيش على شمال أفريقيا فقط، بل جميع العالم الإسلامي، والعمل متاعنا موجود في داخل وفي قلب العالم الإسلامي، والعمل متاعنا باش يكون خارج العالم الإسلامي. أوروبا التي تحولت إلى قاعدة لنشر الإسلام، يجب أيضا أن ننطلق منها ونفهم الأوروبيين ونفهم العالم أجمع حقيقة هذا الدين. احنا ممنوعين في بلادنا باش نتكلموا، علاش ممنوعين فيما يسمى بدول الكفر؟ الإسلام يطلق على كل ما هي ليس دول إسلامية بدول الكفر، ففي هذه الدول ليس لنا الحق في الكلمة. لماذا؟ لأنهم يخافون من ردة فعل المسلمين ومن الإسلام. إذا فلنبدأ من هذا الغرب الكافر، فلنبدأ من دار الحرب، من دار الحرب اللي يسميها المسلمين دار الحرب. نبدأ معركتنا ضد الإسلام، ونوعي العالم كله بحقيقة هذه الإيديولوجية التي لا تحترم شيء ولا تحترم أي دين وأي عقيدة، والتي لا تؤمن بالتعددية، والتي تعتبر نفسها هي الحق المطلق، ويجب أن تفرض نفسها على الجميع. أرجو أن يكون المساج واضح. ونقول لكم كل عام وانتم حيين بخير، وعام الجاي باش يكون انطلاقة كبيرة لكل من ارتد عن الإسلام، خرج من الإسلام، أن يشارك في هذه المعركة، يشارك في هذه المعركة الفكرية ضد الإسلام وضد الفكر المدمر الإسلامي. وكل عام وأنتم بخير وبسلامة.